ازيكم يا سنوري؟ النهاردة في الفيديو بتاعنا هناخد Unit 2 اللي كان بعنوان It's my favorite subject اللي هو مادتي المفضلة. طيب من عنوان اليونت كده سنة أولى ان اليونت هنا بيتكلم عن المواد اللي انا باخدها في المدرسة، يعني السبجكت بتاعتي. طيب زي ما احنا شايفين كده من كتاب الصفحة دي، من كتاب المدرسة طبعا، كان هنا ايه قدامنا؟ التايم تيبل. قلنا جدول مدرسي يعني ايه تايم تيبل او جدول بشكل عام. طيب ايه المواد السبجكتس اللي انا كنت باخدها معايا في المدرسه؟ زي ماده اللغه العربيه زي ما احنا شايفين كده في البوكس اللي لونه موف كده الطويل ده، زي كلمه لغه عربيه يعني Arabic. طب ماده الرسم او ماده التربيه الفنيه كان اسمها Art. طب ماده الحاسب الالي كان اسمها Computer Studies. وماده الدراما او ماده المسرح كان اسمها Drama. ومادة اللغة الإنجليزية كنا أخدين اسمها طبعا عرفناها English. ومادة الاقتصاد المنزلي كان اسمها إيه؟ الكلمة دي صعبة شوية بس سهلة يعني نطقها سهل، اسمها Home Economics. تاني اسمها إيه؟ Home Economics، يعني مادة الاقتصاد المنزلي. ومادة التربية الموسيقية أو الموسيقى كان اسمها Music. ومادة التربية الدينية أو مادة الدين كان اسمها Religion، اسمها إيه؟ Religion. ومادة العلوم اسمها ساينس. ومادة الرياضة كان اسمها ماث. والدراسات الاجتماعية اسمها سوشيال ستاديز. خلاص كده، هو اغلب المواد اللي احنا اخدنا او علينا في اليونت ده هو كتبها عندك في الكتاب اهي زي ما احنا قلناها. في المشكلة كده، يبقى دي اهم الكلمات او اهم الفوكاب اللي عندي ليها علاقة باليونت اللي هي المواد الدراسية. تمام. طب وفي كلمات تانية مهمة؟ هناخدها برضو دلوقتي، يلا بينا. طيب بصوا هنا معايا، كان في كلمات تانية برضو، زي برضو كل الكلمات اللي احنا اخدناها هنا في اليونت ده ليها علاقة بالمدرسة. يعني جرس المدرسة كان اسمه بيل بالإي. والقاعة او الفناء بتاع المدرسة كان اسمه هول HALL. والمكتبة طبعا اسمها library. والملعب اللي احنا بنلعب فيه في المدرسة اسمه play ground. وكلمة typical، الكلمة دي مهمة جدا، معناها نمطي او نموذجي او ثابت، يعني لما تعمل حاجة بطريقة ثابتة ومتكررة شبه الروتين بقول عليها typical. طيب number one مثلا، تحلوا الحين الاكسرسايز ده مع بعض. number one خلاص هو قال لي all the children in our school، كل الطلبة في المدرسة بتاعتنا go to the hall يعني الفناء بتاع المدرسة when the head teacher wants to talk to us، لما يكون المدير المدرسة عايز يتكلم معانا. طب number two بيقول لي add break، طبعا احنا اخدين كلمة break معناها الفسحة بتاعت المدرسة، فسحة المدرسة. add break I play games with my friends in the، تبقى ايه بقى؟ playground. طالما قال لي play with my friends يبقى in the playground. طب number three for homework we often read the books from the، بنقرأ الكتب فين بقى؟ from the library، من المكتبة. طيب number four on a weekend I visit my grandmother. طيب weekend عطلة مالها؟ عطلة تقليدية أو نموذجية أو نمطية متكررة يعني، يبقى on a typical weekend I visit my grandmother. طيب number five will we know it's time for the next lesson when we hear that، بنعرف ده معاد الحصة اللي جاية طبعا، أو بنعرفها طبعا من إيه؟ من صوت مين؟ الجرس. يبقى when we hear the bell. خلاص أعتقد دي أهم الفوكاب بتاعة unit 2. نروح بقى للجرامر. نيجي بقى هنا في الجرامر. طب احنا خدنا في unit 1 present simple المضارع البسيط. في سؤال مشهور قوي أو معروف في present simple وهو how often. احنا قلنا often لوحدها معناها غالبا خلاص، لكن how often معناها كم عدد المرات. لما تكون متعود انك تعمل حاجة معينة فانا بقول لك وانت كم مرة بتعمل الحاجة دي؟ طب انا هسأل بايه هنا ساعتها؟ هسأل بhow often. وطريقة من الطرق، لان انا عندي طريقتين اجاوب بيهم، فطريقة من الطرق اللي هو مديهاني في كتاب المدرسة سنة اولى دلوقتي هي طريقة ظروف التكرار adverbs of frequency. خلاص كده. طيب احنا قلنا طبعا بما انه present simple فانا طبعا هجيب how often بعد منه الverb او الفعل المساعد الauxiliary verb بتاعي هو do يا اما does، والسبجكت الفاعل، وبعد منه الفيرب في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر زي ما هو كده كاتب لي في الجدول اللي فوق. طب امثله على كده، لما اجي اقول لك مثلا شبه هنا في المثال نمبر 1 نقراها كده مع بعض. How often does Akio have breakfast with her family؟ يعني كم عدد المرات اللي Akio فيها بتناول الفطار مع عيلته او بتتناول الفطار مع عيلتها؟ هنا بقى جاوب لي قال لي ايه؟ she usually، اللي هي
عادة طبعا نراجع تاني ظروف التكرار بتاعتي اللي احنا كنا اخدناها، قلنا لو الحاجة بتتكرر دايما بصورة مستمرة دايما معايا يبقى always، طب لو حاجة بتتكرر كتير بس اقل من always شوية يبقى usually، هي عادة عندك. طب لو حاجة غالبا بتعملها يبقى often، طب من وقت نص الوقت مثلا او بنسبة 50% sometimes احيانا يعني، ولو الحاجة ما بتحصلش خالص ابدا never. طيب وحاجة كمان عايزين نأكد عليها، لو نلاحظ في المثال بتاعنا هنا سنة أولى لما هو جاوب بقى وقال لي she usually has breakfast، نلاحظ إن هو جاب لي ظرف التكرار قبل الفعل الأساسي. تاني جاب لي ظرف التكرار قبل مين؟ قلنا قبل الفعل الأساسي. يعني مثلا أنا هقول لك هنا she never eats، خلاص كده he usually or مثلا he often drinks وهكذا، يبقى قبل الفعل ايه الاساسي. لكن لو جه مع am و is و are لا، يبقى ساعتها هجيب ظرف التكرار بعد am او is او are. طب هنا في number 2 بيقول لي how often do Akio and her brother walk to school، قال لي Akio and her brother never walk to school، ابدا ما بيروحوش ايه المدرسه ماشي. خلاص كده يبقى اهم حاجه عندنا قلنا ايه، ان ظرف التكرار بتاعي يجي قبل الفعل الاساسي لكن يجي بعد am او is او are. طب يلا بينا بقى نطبق على الكلام اللي احنا قلناه ده ونحل. Number one هنا Amir plays basketball after school on Tuesday and Wednesday. He plays it. هو اللي بيلعب يوم الثلاث بس يوم الاربع. يبقى نختار هنا ايه؟ Sometimes. يعني احيانا لان يومين بس في الاسبوع. Number two Mr. Badr doesn't like flying and he always travels by train. He travels by plane. ها اللي هو ما بيحبش الطيران او السفر بالطيران، يبقى هو اكيد ايه، يبقى he never travels by train، ابدا مش بيسافر بالطيارة. Number three Dina goes swimming on Thursday and Saturday. She goes swimming، يبقى برضو she sometimes goes swimming. Number four Shahd reads the newspaper in the morning. She reads it every day. هي بتقراها كل يوم. يبقى هي ايه بقى؟ هنختار مين هنا؟ بالضبط. Always reads the newspaper. Number five. Our teacher, المدرس بتاعنا, gives us a lot of homework. Not every day. يعني ايه مش كل يوم. خلاص بس بيدينا واجب كتير. يبقى هنا طبعا مش هينفع نختار always لان always معناها every day. طيب بيبقى نختار مين الأقل منها شوية؟ often غالبا، يبقى بيدينا واجب. طبعا مش هينفع نختار never معناها أبدا أبدا، و rarely معناها من النادر إن هو بيدينا، بس هو كان قايل لي gives us a lot of homework، يبقى our teacher often gives us a lot of homework. خلاص كده؟ في مشكلة؟ طيب يبقى كده إحنا لمينا معظم الأجزاء المهمة من اليونيت سنة أولى، ونتقابل إن شاء الله في الجزء التاني من الفيديو إن شاء الله.